الآن سنمر إلى تطبيقات قوة لابلاس أو القوة الكهرومغناطيسية. لدينا هنا محرك كهربائي، نموذج مبسط لمحرك كهربائي يحتوي في الداخل على سلك ملفوف حول صفيحة، سلك ملفوف حول صفيحة من النحاس، ومغناطيس، هذا عبارة عن مغناطيس بقطبين على هذا الشكل. هادو يسميان بمشطبتين تقومان بتوصيل التيار الكهربائي نحو الأسلاك، نحو السلك الملفوف على الصفيحتين. إذا نقوم بالتجربة، نقوم بدفعة بسيطة، أغلق قطع التيار، يشتغل المحرك. عندما أقوم بإزالة المغناطيس، لاحظوا معي ليس هناك حركة، لكن عندما أقوم بإدخاله تسمح به. إذا المغناطيس له دور في في القوة الكهرومغناطيسية. عندما أغلق قطع التيار بطبيعة الحال لا يشتغل. إذا لكي تكون أو لكي تطبق قوة لابلاس يجب أن يكون هناك تيار كهربائي ومجال مغناطيسي. هذا هو مبدأ اشتغال المحرك الكهربائي.